أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، تركي موسى صاحب خامة إعلامية مميزة. ما هو سبب دخوله إلى قناة بداية؟ هو ما يستحق هذه النجومية لأنه نجم من قبل. تركي موسى مذيع في الإذاعة ومذيع عبر الشاشة، واليوم أحد نجوم برنامج حياتك. دخل نجوم، تجربة جميلة. ليش دخلت برنامج حياتك أخوي تركي؟ تفضل. والله لأن الإعلام مراحل، وقناة بداية من أعتقد يعني في تصوري أنه من أجمل المراحل اللي ممكن الواحد أنه يمر فيها ويتعلم منها كثير. طيب سوي إعلان لفقرتي النونية مع إبراهيم، يلا صوتك. الله لا يعيد الفقرة قلامي. يلا تكفى ها، يلا أنا بح يلا مو وقت إن شاء الله بعدها أسوي لك أحلى إعلان وببلاش. الله العظيم حبيبي تركي. تركي أنت أحب أقول لك أنت أعتقد أنك منت بحاجة أنك تستمر صح؟ ترجع عندك برامج، فأعتقد أنك خلاص عندك فكر إعلامي، عندك ضمان وظيفي، خامة صوتية مميزة، حضورك في إعلام كبير، أعط فرصة لغيرك. تفضل. فرصة موجودة للجميع، ما تواجدنا هنا إلا عشان نستمر للنهاية. ولكن الخروج ما هو نهاية المطاف، هو البداية. كبير. فيا رب توفيق من الله سبحانه وتعالى. كبير. والعودة من جديد للمنتجع مع الشباب. طيب إذا قلت أنت نموني بتسوي لي إعلان؟ لا. عشان كذا أنت وش قلت؟ تركي أنت لا تستعجلون بفرحة عشان نبي نفرح كلنا مع بعض. أنت يا تركي دار الكاميرا. تركي مبروك. يا رب يا كريم انت عارف كلمه